الإيقاع عالي ومتسارع وكل الناس جارية وبتصارع، ماضي الزمن الأضحى مضارع تبدأ حكاية دعم عدلان. عم عدلان والزمن الطشة وشكل الدنيا صبحة هشة، ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى، ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعدل فيها القشة. نحنا ما بنعمل شيء لنفسنا، للجميع، لأننا عائلة مؤسسة. همك هم يا عم عدلان وغمك غم يا زول إنسان، تحلم ونحلم بالمكان، أسرة مؤسسة ناس ومكان، تلقى نفسنا الرايحة زمان بيت مسكون ومحبان، والف سلام يا عم عدلان. يا العوض يا عزبتني، ما دار اعرف ذاته انا، ما انت العقيل، ما دار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيكون عندنا اجتماع ان شاء الله بعد الغداء، اخطروا جميع افراد العائله. اول اجتماع ده بخصوص شنو؟ حتعرف بعدين. ملك هنا هنا على قول هذا في داعي للإحراج ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كلم الشباب في اجتماع ضروري. سرحان وين يا زولت؟ سرحان في عدلان ده يا اخ، والله بقيت اخاف منهم من اجتماعاته دي يا اخي. الزول ده قدر ما يمرق الشارع، يجيب له حاجه يجي يعمل لنا اجتماع. الزول ده امبارح حاجات الشوارع دي بيدعب وبيدعبنا معاه يا اخي. ونلقى ليك الاجتماع ده بخص الحاجات اللي بتحصل في الشوارع؟ يعني انت ما شفت وشه؟ عيل ليه وشه ده مكرفس كيف؟ الله يستر. هكا يا ياسر، شيل القهوه دي وديها لابوك، وتعال راجع عشان تمشي تجيب العيش بتاع الغدا، وصحي اخوك امجد لانه قال الصحوب على الساعه عنده مذاكره. وامجد ده ما يصحى براه يا اخي. يا اخي اي حاجه في البيت ده عمال انا اشتغل، انا اترسل انا، بعدين انا ولد وبعتي في الجامعه. وصحباني يا امي كانوا كلهم ما بيجوا المحاضرات، هسه شغالين وانا قاعد عاطله ومراسله في البيت. انت بتطلب بتقول في شنو؟ ما بقول في حاجه، قلت اقدر اقدم استقالتي بس انا يا امي. استقاله في البيت ده ما في الا لما تلقى لك شغل، ده القرار بتاع عدلان. لا لا قلنا يا امي انا الموالد. انت حتودي القهوه دي ولا اوديها انا واكلم ابوك بالكلام اللي انت بتقول فيه ده؟ لا قلت لك هتفرجها انا بوديها انا، احنا راضيين بقسمتنا دي. احنا في البيت ده ذات مضطهدين، هي حاجه نعملها نترسل ان احنا نعملها دي. بعد الغداء ان شاء الله حنقعد نشرب شاي، وفي موضوع مهم عايزين نناقشه. خلاص ادي راس الموضوع عشان الواحد يكون عنده فكره. اتفضلوا حرجوا.
عون. يا شباب، الاجتماع ده نحن عملناه عشان حنخش في تجربة جديدة، تجربة من خلالها نحن نحس بمعاناة الناس اللي بيركبوا المواصلات. عشان كده حنوقف عرباتنا لمدة أسبوع ونستخدم المواصلات. يا أبوي كيف الكلام ده؟ إحنا عندنا عربات، نركب المواصلات ليه؟ أيوة، عشان تحس بمعاناة الناس اللي بيركبوا المواصلات دي، وبعد الأسبوع نجي نعمل اجتماع تاني ونشوف اللي بيحصل. نقطة نظام يا عم عدلان، أنا موظف وخايف أدخر. تقوم الصبح، تقوم الصبح بدري، ترتب أمورك وتمشي بالمواصلات. موظفين كثيرين جدا بيمشوا بالمواصلات، بيصلوا في مواعيدهم. سارة، كلم وليد، قل له عدلان الصاوي لما يطلع قرار لازم ينفذ. مارس الحمد لله أنا مشاوري كلها داخلية هنا، يعني ما عندي علاقة بالمواصلات. أول مرة أفرح بالنانة مرازلة. اسكت أمجد. استلم المفاتيح من الجماعة ديل ويجيبهم لي فوق. ها علم وينفس. انتهى. كفاية، أنا أطلع لعدلان أشوفه أصدر غراض ده ليه. أكيد في سبب خلاه يعمل كده. هنزيكم يا جماعة رجل الرجل. يا دول أنا وقت أنا ما بجمع أي مفتاح، ما بجمع أي مفتاح. أنا ممكن أسلم أي مفتاح أنا. يلا يلا خلاص على كلام بالله، جيبه سريع. جيب شنو؟ جيب شنو يعني؟ ما تجيبه مفاتيح. أنا واحد من الناس ما بجيب مفتاح. أنا ذاتي ما بديك مفاتيحي. أبوي أك الحبوب تسلمكم مفاتيح. الموضوع برضه ما جاب امسك المواصلات كيف يعني؟ تعرف يا ساميه، لقيت ملاك طالعين بعرباتهم ماشيين، كل واحد فيهم بمر في الطريق بيزول واقف في الطريق وماشي له معاهم، مش مباراهم كتار جدا. الواحد فيهم بيجي مار في ايجاره واقف منتظر المواصلات يفوت فيه وساوي ماشي له، ناسين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام اللي بيقول من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وست يا عدلان، كان ممكن توجيهم يجيلوا أي ناس من المرة في طريقهم. أنا ما عايزهم يفهموا، عايزهم يحسوا بمعاناة الناس. تفضل. تم جمع مفاتيح العربات بنجاح. جميل، احتفظ بهم عندك، وهاك دي المفاتيح عربيتي. حتى انت يا ابوي ما تخليهم معك ابدا. عدلان الصاوي لما نعمل قرار بنفذه على نفسه في الاول. انصراف. اسمعيني، انا القرار ده بالذات ما بيمشي معي، لانه العربيه دي جابها لي ابوي، ما جابها لي ابوك. انت بتهوس راسك ده مالك؟ بتهوس راسك مالك؟ عيني امشي اقول لابوك ده العربيه دي ما بتخش في لوائح العائله، وانا عمري ما ركبت مواصلات يا اخي. وليد، طالما انت ارتضيت انه تكون فرد من افراد عائله عدلان صاوي، فكل ادواتك بتدخل قوانيننا، تمام؟ حسب الماده 111 خ. انت بتهدديني؟ والله انا اشيل شنطتي وامشي بيت ناس ابوي. شنو؟ اقصد نمشي بيت ناس ابوي نشرب شاي المغرب وحزوقك معي. امشي كلم ابوكي وشيل منه المفاتيح. وليد، اي حنمشي بالمواصلات. حاضر، امشي اجهزي. من هسي؟ اي من هسي، لانه بيت ناس ابوي بعيد والمغرب ما بنحصله. نركب ثلاثة مواصلات، امشي اجهزي، امشي. امشي اجهزي، تضحكي بس امشي. عشان تشوفيها حارة كيف. يعني انا حسي مدير كبير كده. امشي الكافتيريا، مدير كافتيريا، اركب مواصلات زيه زي الناس. يا اخي ما تركب لك تاكسي يا فارس. والله فكره، هاي فكره ليه انا ما فكرت فيها. انا اركب تاكس، ولو ابوي سالني قال لي يومك كيف، اقول له ركبت تاكس، وهو طبعا عايزنا نركب المواصلات. مش التاكسي ده مواصلات؟ هاي التاكسي مواصلات. لكن اقول لك حاجه، انت قول لي انا صادق انا ركبت مواصلات. عبقري عبقري، عارف عبقري. امشي اعمل لي شاي، مش شاي بن خفيف كده بنعناع. ما سامك. اعمل لي شاي بنعناع. شنو؟
ما بترسلوا فينا وبتضطهدوا فينا. ضوقة مية حارة امش. كلام ده ليه؟ انا اجيب شاي؟ امشي اعمل لي شاي يا ولد. صبرك ليه يا فارس؟ انا مضطهد في البيت ده، مضطهد انا. تعال تعال تعال، ده الحمام يا اخي. بيجاي الباب، بيجاي بيجاي. كمان بيجيتوا تورونا الباب بتاع الحمام؟ تعرف يا العوض، تعرف يا العوض. تعرف مرتين يعني؟ ما ثلاثة مرات. تقبل علي عشان تعرف انت تعرف شنو؟ هسه انت تعرف؟ هاي خلعتني. الله الحمد لله استديت القبيل ديك. اسمعني اي انا. ايوه. هسه كان فارس وليد ديل ركبوا تاكسي والله ركشة. عمك عدلان ده بيعرفهم كيف؟ والله صح، دي فاتت على عدلان كيف؟ ايوه. خصوصا انه فارس عنده مصدر دخل، وليد يعني منفصل في عيشته براو وبساهم في البيت، وبعدين القروش اللي بكبها بنزين دي يعني ممكن تركب وتاكسي بالراحه. ما عشان كدي انا داير امشي انبي عمك عدلان. تعرف؟ ما بتنبهه براك، ننبهه الاثنين. اروح هذول. يلا اروح. تفضل. ما بتخش قدامي. ما بتخش قدامي. ما بتخش هذول. خلاص يا عدلان. نعم. نحن دايرينك في موضوع. خير ان شاء الله. نحن يا عدلان في الحقيقة لاحظنا. هاي هاي. ما لاحظنا. أنا ده اللي لاحظته. هذول ده ما لاحظ معاي. لاحظت أنا براي. لاحظته معك. ما لاحظته هذول. هذول لاحظته. ما لاحظته. يا جماعة ما في داعي. اللاحظ منو والما لاحظ منو. المهم الموضوع شنو؟ خلاص انا حقوله ليه. ليه تقول انت؟ انا ما لا بعرف انضم. بقوله انا تعرف. ما بتعرف. بقوله يا زول. ما بتقوله. بقوله. ما بتقوله. تفضل. السلام عليكم عم عدن. وعليكم السلام ورحمه. ما شاء الله ما شاء الله. على وين العزم؟ ماشيين بيتنا سبو يومي. الليله معزومين عندهم شاي المغرب. يا سلام يا سلام يا سلام. اهو كده انت لازم تتواصل مع اهلك وما تقطعهم ابدا. يعني مش عملت لك حياة براك، عملت أسرة تنفصل عنهم أبدا، بل تزيد الزيارة اليوم. وبعدين كسارة لازم توريهم إنهم هي بقت بيتهم، إنه بقت عندهم بيت بدل يشعروا إنه بيت شالت منهم ولدهم الوحيد. ها؟ عظيم عظيم. أنت مالو أبوك الليلة فرحان كده؟ وأكتر شيء أنا فرحان له إنكم حتمشوا المشوار ده بالمواصلات. ما تخلي المشوار ده نمشي بالعربية شيء المفتاح. قلت شنو؟ لا أنا قلنا نمشي بالمواصلات. عظيم. تعرف لما تمشي بالمواصلات حتعرف الشلهة والتعب اللي بيتعبوه الناس اللي بيمشوا بالمواصلات. أنا أول مرة أشوف أبوك بيحب الشلهة للناس. ما أصلا ممكن. سارة تاخدي تلفوناتكم من الأمانات عشان تصوري لي المشوار ده من الأول، من إنكم واقفين منتظرين الحافلة لحد ما لقيتوا فيها مقعد ولا و و و إلى النهاية. حاضر. احتبر الفيديو جميلتين. يلا عايزينكم. إذنك معك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفضل. وإنتم الموضوع شنو؟ هذا موضوع. الموضوع ما طرش يا قادر. الموضوع طرشك ذات. وانا ما كلمتك قلت لك عدنا انا الصاوي ده ما فيش يفوت عليه. امشي قدامي يا اخي امشي. ليش عم نعطي الرسمي؟ الو يا مصعب وين انت؟ تعال تعال بسرعه المحطه فاضيه والله كاشفه عربيه ما فيها. تعال فحل. تعال بسرعه اشحن لك ب 20 طوالي. اروح ابقى مارق. اروح سريع. تعال الو. يا قصص انا هنا في اخر محطه. السلام عليكم. لا لا ما تجي. بديك تليفون. بديك تليفون. ما تقلق يا عمك. هاي معدن شنو ممكن تشحنها باربعه وتريح عربيتك وتريح بالك. تمام تمام. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الله يخليك. الله يخليك. مو دي اخر محطة؟ اخر محطة دي. وين العربات؟ عربات راك ده ما تشيل اي هم. بس في ازمة مواصلات. انت بس اقف في جاي اسي بتجيك تتفحط هنا. ان شاء الله. بتجيك بتفحط بس اقعد. ان شاء الله. يعني.
انا يا دوب عرفت عمي عدنان ليش قال مننا مفاتيح العربيه. ده كله عشان يدينا درس مهم في الاحساس بالاخرين. همك هم يا عم عدلان وغمك غم يا زول انسان. انا يا حسن وبقرا في الجامعه، ابوي صعب شويه، ما بصدق ان انا تاخرت عشان المواصلات، والموقف ده القوي اكل الضعيف وهو بفوز بالمقعد، وده غير انهم هم لا بيعرفوا بيت ولا مره ولا راجل كبير، وفي ناس تانيين بيستغلوا الزحمه دي لاغراض دنيه. تعرفي يا اخت انا اسمي ساره. تعرفي يا ساره انا بقرا نص يومي في المواصلات، وش البحير انه البلد دي مليانه عربات، لو اي صاحب عربيه خاصه بشيل معه نفر واحد بس ما بكون في المشكله دي. انت يا فارس اللي سر شعور شنو هي اول يوم حتركب المواصلات؟ يا امي يا امي ضمنك شنو انه ركبوا مواصلات؟ ما احتمال يركبوا تاكسي ولا امجاد؟ مازن عدلان اصدر قرار واضح وصريح انه اي واحد فيكم يطلع يصور نفسه وهو بيشيل هات المواصلات العامه. انا طارت ليه؟ قلت شنو؟ قلت امشي انوم بدري لانه راجعني صحي بدري وجري ورا الحفله. تصبح على خير. وانت من اهله؟ يا جماعة الوقت اتأخر وأنا أبوي تاني حيمنعني نهائي ما أطلع، وتلفوني كمان قفل كهرباء. أمس قال لي مواصلات شنو اللي بتأخرك للوقت ده؟ يا بت نحن حنمشي معاك وحنغنعه. سارة حنمشي معاك كيف؟ يعني يا وليد حنخلي البت واقفة برا في الليل ده؟ أنت شكلك نسيتي المادة 117 خايبة. لا بس المادة 17 خيارة بتصغط المادة جيم في حالة إنه واقعة تحت البنت 13 كافتة. دي كانت فايتة علي. هو يا آية الاثنين ديل ما طبيعيين، أحسن تخارج. أجيب يا آية نحن عايزين نساعدك. سارة تساعدوني كيف؟ أنتوا عصابة شكلكم، أنا ما مطمنة لكم من قبل بتتكلموا بالشفرات خيا ورا وما عارف شنو 117. يا بيت دي ما شفرات، دي لوائح عائلة عدلان الصعاوي. يا سلام أنتوا من العائلة المؤسسة بتاعت المبادرات الإنسانية؟ يا سلام يا ريت لو كان تلفوني فاتح كان صورت معاكم سيلفي. ما في مشكله الجاي اجمل، الشكل الحته دي ما فيها مواصلات، نمشي على الزلط ان شاء الله نلقى لنا مواصلات. طيب يلا. سترك يا رب سترك يا رب يا رب تجيب سامين وتامين. يا الله يا الله. الفاضل انت متاكد انه ابو وليد اتصل وسال من ساره وليد؟ كيف معاني متاكد يا زول؟ اكان معكم مصدقين تضربوه بس يا اخي. خليك منه، ضربوه ما ضربوا لعدلان. قعدتنا دي ما منها اي فايده. انا شايف احسن حاجه انه نطلع نفتشهم برانا يا اخوان. ادونا نفتح العربيه امشي اشوفهم مشوا وين. المشكله انه تليفوناتهم الاثنين مقفله، يعني كان دارين نتصل عليهم ما في اي طريقه. لا الو لا لا ما يجوا. لا لا ما تتحركوا انتوا، خليكم قاعدين. انا نص ساعه لو ما يجوا نضرب للشرطه. كويس. ده منو ياسر؟ ده اسامه ابو وليد. هدولي مفتاح العربية. أنا ممكن أديك مفتاح العربية تحت المادة 17 خاء ياء راء، على شرط أول ما تجي راجع تسلمه لي أمجد. خير. أديهم. بسرعة العربية برا. شكلهم يجوا. الحمد لله على السلامة. اصحاب كل يا علي اتأخرتوا كده وينه؟ انت كويسة يا بنتي؟ الحمد لله.
ياسر. نعم. عم تجيب مويه سريع. ما سامعك. عم تجيب مويه سريع. رامك معي برجع لك يا زول. ياسر. يا ابوي. شكي من اسمع. هاي. جيب لي معك قهوه. شت. نفسك فاتحه ولا شنيت كمان؟ الو. يا خالتنوها كيف تمام؟ لا لا والله اجي دخلي نسي. طيب خليك معي. يا ولي. تعال. خلت دون هذا يراك التليفون. الو؟ قلت لي يعني عشت المعاناة كاملة؟ اكيد يا ابوي. وحوريك الفيديو كله مصور بعدين. بالمناسبة اللي لقيتني بيت اسمها آية خلتنا نخالف المادة 111 خا. لا 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 ما بنقدر دي. لأنه المواصلات كانت صعبة شديد. مواصلات؟ مواصلات شنو؟ يا ولد انت احنا مش العربية دي جبنا لك بقروشنا؟ لوائح شنو قوانين شنو بيخليك تشلهت؟ الناس دل ما يتحكموا فيك. جيب مرتك وتعال اسكن معانا. يا اخي ما كفاية العيدس العمولك زي عيدس المفلسين ده؟ جيب مرتك هسي وتعال اسكن معانا. يمه انا هنا قاعد مرتاح وبطلب منك انت وابوي تجربوا ولو يوم واحد في الاسبوع تركبوا المواصلات وتخلوا العربية في البيت. انا اركب المواصلات؟ قمنا انا ووليد يا ابوي وصلنا لحد البيت واغنعنا ابوي انه بجد البنت بتتاخر في المواصلات. عارف يا امي غرر شنو؟ غرر انه تاني يرسل لها اخوه يوصلها لحد البيت. واثناء ما نحن جايين بالامجاد وقفنا لاي زول مره في الشارع ركب معانا. لكن يا عمي عدلان انا بقترح انه نحن لازم نحارب جشع بعض اصحاب المركبات العامه ونعمل مبادره كبيره ونسميها ما تمشي فاضي. عظيم عظيم. ونرفعها في صفحات العائلة ونبدأ بين نفسنا. أنا حأدي كل واحد فيكم مفتاح عربيته بس ما تمشي فاضي. صاحبك الليلة ما بقى بتاع المبادرات ماشي كويس. حنصور الفيديو ونرفعه في صفحة العائلة وننشره على كل الجروبات في الواتساب. أمجد. نعم. جيب الكاميرا. حاضر. جربت توقف عربيتك في البيت وتمشي بالمواصلات؟ حصل. عشت إحساس مرة كبيرة. حلمي إنك تفوز بمقعد في مركبة عامة. وقف عربيتك في البيت وعيش المعاناة. أكيد هتحس بالآخرين. ما تمشي فاضي. كان سايق عربيتك خاصة ولا حكومية؟ ما تمشي فاضي. أكان راكب سيارة عجرة والله عربية كارو. شليك معاك نفرين ثلاثة يا أخي. الحبوبا أبغى مارد. عشان نساهم في حل الأزمة. عشان نحارب جشع بعض أصحاب المركبات. أبدأ بنفسك وما تمشي فاضي. الو يا قصص يا زلت ابنلي وين المحطة تاني يا زلت ابنلي يا اخوي تاني مع مبادرات ما تمشي فاضي دي ما زلت اقول لكم مواطن ركب مواصلات تاني ما عندكم حل والله الا تخشوا جوا الحياة تفتشوا في الناس ارايا شارع البحر عشر 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 بحر عشر 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 ارايا ثمانية 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 را طالع 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 ثمانية 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 خمسة 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 رايا رايا شارع البحر خمسة خمسة بس خمسة الرعب تبارك يا خمسة 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 اثنين 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 جنيه اثنين جنيه اثنين جنيه بحر اثنين جنيه اثنين جنيه اثنين جنيه 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 والله طار ما تنقص قرش قرش ما تنقص الإيقاع عالي ومتسارع وكل الناس جارية وبتصارع ماضي الزمن الأضحى مضارع تبدأ حكاية عم عدلان
عم عدلان والزمن اطشى وشكل الدنيا صبحة هشة ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعدل فيها القشة. نحنا ما بنعمل شيء لنفسنا، للجميع، لأننا عائلة مؤسسة. همك هم يا عم عدلان وغمك غم يا زول إنسان تحلم ونحلم بالمكان أسرة مؤسسة ناس ومكان لقى نفسنا الرايحة زمان بيت مسؤول أمور محبان والف سلام يا عم عدلان